أنا من مواطني مدينة دير الزور. أنا كنت ساكن ببقرص، فبلش القصف علينا من النظام والطيران الروسي يوم الأربعاء. بلش القصف بشكل كثيف جدا، فحاولت الأهالي تنزل باتجاه المية، باتجاه النهر، باتجاه البساتين، فتبعهم الطيران، وأعتقد أنه طيران F-16 حسب الناس اللي هناك اللي عندها خبرة، فبلش يضرب الناس بين البساتين، فاضطرت الناس تعبر النهر، وأنا من الناس اللي عبر من النهر. طلعنا بهدومنا اللي لابسينها، ما حدا قدر يشيل معه شيء خالص نهائيا، ولا أي شيء كان بالبيت. يعني أغلب الناس حتى إذا في عنده مصاري بالبيت أو ذهب أو شيء ما قدر يشيله. طلعت الناس هيك، وصلنا إحنا لعند عبارة العشارة، في أخ إن حاول إنه يطالعنا إحنا وعيلته، وطلعنا باتجاه العشارة. وصلنا العبارة هناك، عبرنا أهلنا على الجهة الثانية، فحاولت أرجع ثاني يوم إنه أجيب شوية بطانيات للصغار مشان ينامون، إن إحنا مشان ننام بيها. إجا الطيران وضربنا، كنا بالعبارة بحدود 20 شخص. بنص المية استهدفنا الطيران، اللي طلعنا من العبارة 4 أشخاص، والباقي كلياتها انقتلم بعيني هاي شفتهم. وأنا من سحبت واحد كانت رجليه مكسرة، في إصابات بكتفه، في إصابة براسه، سحبناه جوا الجسر، جسر العشارة. واللي يشوف جسر العشارة يعرفوا عندما انضرب صار مثل الهرم، في جوا مكان احتمينا فيه أنا وهذول الأشخاص الثلاثة اللي معي. الطيارة تضرب بينا، والله ترى ضربت بيتنا، وطلعنا الحمد لله رب العالمين، فكنا طلعنا أنا ولد وبنات تراكا، طلعنا قالها الله سلمنا. صار لنا يجي شي 10 ليال، نص شهر أكثر أدون، وصلنا لهي. والله مشينا بصحراء، قالها ولما شتنا والله البريد، شتنا الجوع وتعبنا، والعائل والله تشردت هالساعين، عيلة البيت ما حد يدري بحدا، المات الطاب الطيارات، قالها ما عاد تخلي حدا يعني يحترف على المسد وعلى اخوه على ابنه، ما عاد يقدر يحترف عليه من القصف. بعدها حاولنا نسبح لنبعد عن مكان القصف، انا وابن عمي، هو اخوي ابن عمي اللي جابني معاه، سبحنا تقريبا مسافة شي 200 متر لحتى راح الطيران، لحتى قدرهم الأهالي يحاولون يجيبون سفن ويطالعونا من المية. بعد ما طلعنا من المية أخذونا على صيدلية لأنه ما عاد في مشافي، ضمدونا جروحنا، أنا مصاب برجلي ومصاب بخاصرتي. وبعدها اضطرينا نمشي مسافة النوب لحتى أخذونا على مشفى، صورونا، أنا الحمد لله طلعت مي مخترقة للرئة، الشخص اللي معاي كانت مكسورة رجله، الشخصين هذولاك ظلهم بالمية لمدة 1.5 ساعة لحتى قدرهم يطالعونهم من المي. بعدها بلشت مأساتنا الثانية اللي هي نطلع من داعش، ممنوع تطلع، لحتى نضطر نروح على المهربين وندفع لهم مصاري، وطبعا أغلب الناس ما قدرت تشيل معاها شيء، فصارت الناس تحاول تتدين من بعضها، تحاول تأمن أي شيء لحتى نطلع. دفعنا لمهرب وأخذنا بالبرية من مكان لمكان لحتى ظلينا 2 يوم، ووصلنا الأكراد. الأكراد وصلناهم ما عملوا أي شيء، قالوا جيتوا أخي ما عندنا سيارات ننقلكم على أي مكان، خليكم اليوم هين بالبرية. يعني حتى أحد الأشخاص منهم جاء قال لي بالليل يصير اشتباكات هنا إحنا والدواعش، فحاولوا تبعدون شوي لجوا مشان ما تتضررون أو تنصابون،
فاضطرت العالم تمشي وشايلة أطفالها مسافة 1 أو 2 كيلومتر، ونمنا ليلتين بالبرية وما جانا حدا ولا شالنا حدا ولا حدا قرب علينا ولا حدا، مع أنه كان طيران 24 ساعة، طيران استطلاع طيران حربي وطيران كله يفتل فوقنا، يعني كل الناس قام يشوفونا، مو معقول ما حد يشوفنا نحن موجودين بالصحراء. بعدها اضطرينا ندفع لمهرب آخر لحتى ينقلنا على أبو خشب، من أبو خشب اضطرينا ندفع لمهرب آخر لحتى ينقلنا على منبج، وكانت جهة توجهنا الريف الغربي. فظلينا يوم واليوم الثاني لحتى وصلنا، فاستغرقت رحلتنا تقريبا 6 أيام من دير الزور لحتى وصلنا للريف الغربي. هين وصلنا هذا المخيم، وجزاهم الله أهل المخيم اللي موجودين والقائمين عليه ما قصرهم، بس إمكانيتهم ضعيفة، الإمكانية اللي عندهم ما كانت تسمح. فاضطرينا كل بي ناس فضونا خيام، فاضطرينا الرجال ينامون بخيمة والنساء ينامون بخيمة. ولحد الآن وضعنا، يعني شو بدي أحكي شو بدي أقول، الوضع مأساوي 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 الأكبر درجة ممكن يتصورها الإنسان. إنسان طلع بهدوم اللي عليه، أنا هاي هدوم اللي لابسها هاي هي الوحيدة اللي عندي، ما طلعت بشي غيرها. أنا كنت قاعد بالبيت وقت صار القصف وطلعنا، الأطفال اللي معانا نفس الشيء، ما معاهم شيء. عدة آلاف من المدنيين فروا من حرب الإبادة في دير الزور، ارتكبت بحقهم مجازر، هنا التقوا وقد كانوا شاهدين على تلك المجازر. مجد العمري، ستيبل نيوز، ريف حلب الغربي.